تسيل مصدر. نبحث على بنتي من هالسبب تخرجت الساعة الآن، عملنا بلاغ في الشرطة، باقي تفتيش وتو ما جانا حتى خبر. هي بنية متنقبة نقاب أسود ولابسة عباية زرقاء وسبيدري أسود، وتحكي لنا ديما على الجيال من فضلهم الضبيعي شو يتصرف في أقرب وقت، خايفة يهزها يعدها. عندهم هالسبت 4 أيام تجبد ديما على الجيال، وعندها تجبد على الجهات ديما. ونهاري حكيت زاد على الجهات وكل شيء، قالوا لها ما انت تحبي تمشي، قلت لهم مش خاصني كان نمشي، عاودوا لي جماعة اللي حكيتها معه. خواتها حكيت مع خواتها؟ احنا خالتها والعم. وتعرف حتى تقريبا هيثم العبادي حكيت عليه ظهر لي؟ والله تقول تعرف تعرفهم، مش تقول نعرفهم. ما تحكي عندها اتصالات من ما نعرفهمش بالنسبة، ما نقول كاتبة حتى على الفيسبوك نتاعها ديما على الجهاد وديما على وفي كراسيتها مصورة أنواع السلاحات و وهي هي خرجت تخرج يعني قبل، أما تمر فهمت. علاقاتها عندهاش علاقات معناها؟ والله بالنسبة للبنات الكل سألناهم يعني الرياضة اللي صاحبات الحكمة الرياضة، يقولوا من نهار الجمعة من حكينا معاها من نهار تليفوناتها زوز مسكرين؟ مسكرين الزوز صح. انت تو شو المطلوب من السلطات اللي تسمع فيك، الناس اللي تسمع فيك؟ من فضلهم يتحركوا في اقرب وقت، من فضل الامن وكل شيء يتحركوا في اقرب وقت يشوفونا على البنية. شوفونا. انت اتصلتي بها من الامن شو كان رد فعلها؟ قالوا عملنا بقية تفتيش وتو ما جاي حتى اخبار. الساس حتى تغيب قبل يعني هارين تفيق تقول لي يا مراني ما عرفتش في اي بلاصة مثلا، هنا نلقاها في بنقردان ديما في الطريق الزكرة يجيبوها الشرطة هناك او يدخلوها للجامعة يلقوا عليها. معناها هي مريضة مرض نفساني؟ هي مريضة نفسانية. أول مرة تغيب 4 أيام؟ أول مرة تغيب 4 أيام. شنو المطلوب اليوم من الناس اللي تسمع فيك؟ اللي يشوفها لابسة فيها هذا اللباس اللي وصفته من فضلهم يخبر شرطة في أي مركز في أقل وقت. والعائلات اللي تسمع فيك لمات اللي كيفك؟ هما شنو يردوا بالهم بناتهم؟ إن شاء الله ربي يهدي إن شاء الله. بعد ولاد حرام ولاد حرام ما عرفش يقول. فدخلوا لهم فكرة في دماغاتهم شباب صغير هكاك ما يفهم حتى شيء، دخلوا لهم شباب في مخاطمة جهادها ودنيا وكذا. معناها هي توا مسميه روحها ارهابيه موحده وعندها زوز، راه عندها واحد كافره بالطاغوت.